السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو ديال اليوم، رجعت معكم يا البنات بوصفه خطيره، غير ببيض بيضه وحده، غتهني من التصبغات، من الكلف والبقع الداكنه، غتهني من الخلايا ديال الجلد الميته والشعر ديال الوجه، غتهني من المسامات الواسعه، وغتهني من مشكل التجاعيد. هاد الوصفه كتشد البشره وكتجبد لك البشره ديالك، كتولي مجبده. حتى ولو كنتي في الستينات، البشره ديالك غتولي ديال بنت العشرينات، كلشي غيتصدم في البياض ديال البشره ديالك، كترجع باللارا البنات، غترجع باللارا بالبيوضه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير، وما تنساونيش من واحد اللايك البنات. اي وحده شافت الفيديو تشجعني باللايك وخليوا لي شي تعليق زويون، وغنبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. عندنا فيها البطاطا او البطاطس، بطاطا اي نوع، يعني سواء كانت البيضاء او الحمراء، غادي نحكوها هكا في الحكاكه، غير واحد الكميه هكا قليله. وبالنسبه للبطاطا ممكن تعوضوها بالقهوه سريعه الذوبان، يعني ليكم الاختيار. غادي نحك البطاطا، انا هنا غسلتها مزيان وغنحكها بالقشور ديالها، غادي نحكها مزيان وغادي نرجع معاكم باش نكملوا تتمه الوصفه. بالنسبه للبطاطا كتبيض البنات البشره، تتقضي على الاسمرار، على التصبغات، كتوحد لك اللون ديال الوجه ديالك. الا كان عندك وجهك ما صافيش، وجهك فيه بقع، فيه تصبغات، فالبطاطس كتعطي واحد التفتيح للبشره. غادي نصفي هذه الكميه هذه اللي حكيت ديال البطاطا، غادي ناخذ تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال هذا الماء ديال البطاطا او العصير ديال البطاطس، فهي كتحتوي على كميه كبيره من النشا، والنشا شي حاجه اللي كتبيض البشره بزاف بزاف. المهم غادي نصفيو بهذه الطريقه هذه في واحد الصفايه، غتصفيو هكا واحد القياس ديال واحد الملعقه كبيره بهذا الشكل هذا، صافي. ودابا غادي ندوزو لثاني مكون اللي هو البيض البنات. البيض غادي نحتاجو الابيض البيض، بالنسبه للاصفر البيض غندير لكم به واحد الوصفه اللي كطلبوها مني بزاف، ديال البشره اللي كتكون ناشفه والبشره اللي كتكون جافه وكتكون تتقشر في هذا الفصل هذا ديال البرد. فان شاء الله في هذا الاسبوع هذا غادي نشارك معكم هذه الوصفه اللي هضرت لكم عليها. تناخذوا هنا الابيض البيض، غادي نديرو ابيض بيضه كامله مع هاد العصير ديال البطاطس، وغنحركوا المكونات مزيان حتى تندمج لينا وتخلط لينا مزيان. بالنسبه للبياض البيض فهو عباره عن واحد البوتوكس طبيعي للبشره، تيشد البشره يا البنات اللي كتكون مترهله بزاف، البشره اللي كيكونوا فيها تجاعيد حول العينين، يعني حول الفم في الجبهه. فهنا واحد النصيحه اللي نبغي نعطيها لكم، حاولوا انكم تديروا دائما ماسكات طبيعيه اللي كيكون فيهم مثلا الابيض ديال البيض، واللي كيكون فيهم بذور الكتان. كاين بزاف المكونات اللي مزيانه للبشره، اللي كتحفز الخلايا ديال انتاج الماده ديال الكولاجين باش تبقى دائما خدامه، والبشره دائما تبقى مجبده وتبقى صغيره. كذلك نصيحه اللي نبغي نعطيكم، كثروا من شرب الماء، لان الماء مزيان بزاف للدس ديالنا، وتناولوا اغذيه اللي تكون صحيه. وكذلك حاولوا ما امكن انكم تبقاو دائما قبل ما تنعسوا دير واحد التدليك او واحد المساج البشرة ديالكم باش تبقى دائما مجبدة وتبقى دائما زوينة. بالنسبة لثالث مكون اللي ضفت هنا هو الحليب بودرة، ممكن ديروا اي نوعية ديال حليب بودرة. درت تقريبا واحد الملعقة صغيرة، وغنخلطوا المكونات مزيان كاملين حتى داك البياض ديال البيض يتطلق، ما يبقاش لينا قابط راسو. خلطوا مزيان، وغنضيفوا هنايا شي زيت، غضيفوا شي زيت عندكم، اي زيت متوفر لكم، بحال زيت الزيتون، زيت الورد، زيت الكوكو، زيت اللوز، اي زيت عندك في الدار، ماشي بالضروره زيت الورد، اي زيت عندك. غنضيفوا منه هنايا واحد القطرات، صافي. ونخلطوا الوصفه ديالنا مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه البنات فيها بياض البيض، فهو عباره عن واحد البوتوكس طبيعي للبشره، كيشد البشره، تيخلي البشره دائما مجبده. فكيف ما قلت لكم دائما حاولوا انكم ما تستغناوش على لي ماسك، ما تستغناوش عليهم، لان الا تهليتوا في البشره ديالكم وانتم مازال في واحد السن مبكر، غتحميوا البشره ديالكم من التجاعيد. ما غاديش تعرضوا لتجاعيد مبكره، هي التجاعيد ولا بد منها، لاننا مع التقدم في السن راه تتجي ديك التجاعيد ضروري. ولكن كل ما اعتنيتي بالبشره ديالك كل ما كانت التجاعيد قليله، يعني ما كتكونش تجاعيد بزاف، يعني الترهل ما كيكونش كثير في البشره.
صافي، هذه هي الوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، خلطتها مزيان وكتطبقوها على البشره. بالنسبه لكيفيه التطبيق ديالها، كتكونوا غاسلين البشره ديالكم نقيه، كتطبقي هذه الوصفه على البشره ديالك. ممكن تطبقيها وتخليها حتى تنشف على حسب الوقت اللي غتاخد ليك. ملي غتنشف ممكن تغسلي البشره ديالك. بالنسبه الى بغيتي تقشريها، يعني تقشريها بحال الماسك وتقشريها، غادي تعاودي طبقه ثانيه من بعد ما تنشف ليك. ما تغسليش البشره ديالك، تعاودي طبقه ثانيه وتخليها حتى تنشف وعاد تقشريها. او ممكن ديري الطبقه الاولى ديال هذه الوصفه وتديري فوقها الكاغيط البنات اللي كنمسحو به اليدين ديالنا، ديري فوق هذه الطبقه ديال البياض البيض ديال هذه الوصفه، وتعاودي طبقه اخرى ديال بياض البيض وتخليها حتى تنشف، وغادي تقشريها هكاك بداك الكاغيط وكتحيد كل شيء البنات. صدقوني انا قلت لكم من اروع الوصفات، كتحيد الشعر، كتقلص من المسامات الواسعه اللي كتخسر الوجه، كتحيد الرؤوس السوداء، كتنقي لك البشره ديالك، كترجع كتشعل بالبيوضه. هذا الماسك ممكن ديروه جوج مرات في الاسبوع، وتفكروني كترجع البشره زوينه بزاف ما شاء الله. ملي غتبداو تستعملوا هذه الوصفه، اي وحده شافتك اكيد غتسولك على السر. المهم انا حطيت لكم هنا الفوائد ديال الماسك ديال بياض البيض هكا باش تشوفوا بعض المعلومات عليه وتقراوهم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم انتهت، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسوش ترجعوا عندي التعليقات قولوا لي النتيجه ان شاء الله اللي عطاتكم، واكيد اكيد اكيد غتبهركم النتيجه ديالها. غير جربوها وغادي تعجبكم بزاف بزاف. المهم كيف ما قلت لكم، غادي نحط لكم الوصفه بالنسبه للبنات اللي طلبوني على الوصفه ديال البشره اللي كتكون جافه بزاف، غادي نحطها لكم ان شاء الله اما غدا اما بعد غدا، المهم في هذا الاسبوع على حسب. غادي نشاركها معكم، هي صورتها ولكن مازال ما درتش ليها المونتاج، غادي نحطها لكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي كيعانيوا من الكلف، حطيت لكم البارح واحد الوصفه خاصه بالكلف. بالنسبه اللي مازال ما شافوش الوصفه، رجعوا يعني شوفوها، راني حطيتها على القناه. وشكرا لكم على المتابعه، كنشكركم بزاف بزاف، كنشكركم على الدعم، على تعليقاتكم الزوينه، على لي لايك اللي كتخليو ليا وتشجيعاتكم، شكرا لكم بزاف بزاف من قلبي الخالص كنشكركم. وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات جديده عما قريب مع فيديو جديد، فتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ومع السلامه.